السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارتنا داوانا ساي إيدي الكين بان بالكستو آد جوكتان كشور دوادا مركلة يو ميت كميدا برامشة دا ندي كوكو تلقالي برامش كان واكي وغريي برامشة دا ماتو اسنين ندي كوكو تلقالي لورب او مهيما ايو برامش كي نكا كوبن ياي هدو برامش كي وحي نكو فافاهن دورنا مدحا سردون كا هاي أدا قدها سردونك قدها إسرائيل اللي رادو شباك ووهن جبين مدحضة حماس إنه يكدير دوران ويكبكسان دوران قدها فلسطين قدها تركيا قدها ودنك قدر إيو ميراكالي هدوا مدحوينا ودنك تركيا إيو أميركا ودنك قدر ويوغونا كولمو حساسي وارمها لوغاها اللي يوكوله مقالة دوحة إدالك قدر كدي مركي مدحوينها ودكا تركيغا ومانتا أصفري مغالدا دوحا هدبا وراركاس إيو وحا كدلانكرا هدي قدها ودكا تركيغا لغولي باعتيو مسوليينكا ترسان حماسو هالكا دقن تركيغا تلابادا او قادي كرو هدبا تفاسيشا وراركاسي إيو حالدها او لالينكرو ايان برامشكا كو ايجي دونا كوحوا كتائب القصام حماس ايا شاكتاي إن وقويغا مغالادا غزة تضباطن بقول كيبا أي ساقب بحيان وأي كعرارين تانجية دي إسرائيل كتب مركي أي شاقين إن أي لكل مين مالمهي لصولا في إسكعابينتا كوحاها مقاومدا أو نبا تحوق لأوغيشة إسرائيل أفاييكا عيدا مدا إسرائيل دانيال هاقاري أو إساقونا وركالي شاقي أو أوكو شاقيو أودا أوروكا حماس مركالي ورايسي أو بحيي هدبا برنامج كان انتينا نوكد بين عرماها كصاب سن جزا دقالكا حالدا وحا هلكا كتاغن وحا انشعل هاي لباق وضب ومهيمة انا بالبرنامج كيغا كوب اللابو ايوغونا اد مهيم وغوا مرحلة ها تاغن ميدا كوبات سيداد اكتهين هو قامياها كوريا دا وقوي نكالي رادو كيم جونغ اون اما نكال ابحيي جيغا حيرك ويلكا جيغا دا حيران دوان وحو هاوذا أرهدي دايح قمعيد دايح قمعيد كاس وهاوذا أرهدي وحا او مركيبا ساور روبا ساس او سردون كسوق علي انت دول تغي اقلك علي مريكنك وزارة داقاشان لقا ايو مراكيبتا ايدا مدا مريكنك اي ديارة داها حمبارا ميلاها نوكلير كيال وحو يرنو ساورا كسوق علي هدو مركا waxa soo baxa la leeyahay in mareykanku ay doonayaan inay weeraraan satalaajada uu leeyahay jeegaxeerka satalaajadiisa inay weerar laba dhinac ku qaadaan markii hore inay ku dayaan weerar dhinaca elektroniga oo shucaac inta lagu furo la wareeriyo waxba sawir qaadi waayo hadii taas ay suuragal weysana in dhulka inta laga toogto la soo rido سيوس المردن بي سوور رسر دون او قادين هادوا نيكن جاقر حيرك اللي يساقونا دور جير ايو تجابيي قانتال كاس واي اسعون ويسي الامر كي دن بحروشكا كعاوية اللي يهي انو دايح قعميت كاس هوا دو درو مركا وو الاشنا دايح قعميت كاس هادوا مركا اريتن مركا حيشت كرول ايه كان حابورتا اللي يهي مريكنكا ايه كوريا دو وقوي wakaaladda wararka ee waddanka Ruushka ee ilaado Sputnik waxay leedahay Kuuriyada Waqooyi waxa ay sheegaysaa hadii la isku dayo in la farageliyo oo wax laga sameeyo dayax gamceedkeeda in marka arintani ay ka dhigantahay in dagaal laamiyay oo marka dagaal ay marka toos ugu qaadayso Mareykanka hadaba wakaaladda wararka warkeeda way sii socday waxay leedahay هدبا وكالادا وراركا كوريا دا وقويا ايا شيغي ساماتي ان مركا دا يحقام عيدكا هدي لا ويرارو هل امريكان كا ام جايكتاي ان دا يحقام بصري اقل كا عدي مراكيب تا ديارة ويواس انا وحير افتيمي يحقام عيدكا وهوذا ادري وحوكو بصاصي مركيبا بيالها اي جوغان مريكان كا هدي تا اقل كا عد وزارة دا قاشان لغا انتا سوسو سورا كسو قاد مقر سنة وحيسية انو سورا كسو قاد اذا عدي ايو وكالة دورك كور يدو قوي وحلا داك وقاميا كور يدو قوي ايا سورا دي داوري
asagoo jeegada u xirantaa inta fariista ayuu daawanayaa. Wuxuu leeyahay hadda shaqo fiican qabateen, maraykan inta dul tagteen sawiro ka soo qaadeen, isagu ma iska joogaa meesha? Haa, bis hadda shaqo fiicanaa la qabtuli. Hadda marka maraykankii waxay rabaan inay iska difaacaan baalkan halista ah, marka inay soo ridaan ama inay technology ku weeraraan. Ninkanna wuxuu leeyahay ma la taaban karo wixii, haddii la taabto dagaalan ka xigaani. Marka sheekadaas iyaduna jeegaxiir iyo maraykanka halkaabay uga tuuran tahay. Wixii soo kordha waa arkaynaa. Wararkii Gaza iyo arrimo la yaab leh ayaan idiin hayaa, iyo ciidanka Israa'iil oo 70% ka baxay meelo ka mid a Gaza sida la leeyahay, waa inoo soo socdaan. Waayahay marka waxaan galaynaa qodob muhiim ah. Sirdoonka Israa'iil waxay u qaybsan yihiin, labay u qaybsan yihiin: sirdoonka gudaha iyo sirdoonka dibadda, sida maraykanka u dhisay oo kale waaye. Maraykanka sirdoonka gudaha FBI-da waaye, sirdoonka dibaddana waa CIA-da. Labadaa sirdoona shaqeeya. Sirdoonna wuxuu qaabilsan yahay dibadda, sirdoonna wuxuu qaabilsan yahay gudaha. Marka sirdoonka gudaha waxaa la yihahdaa Shibaak, sirdoonka dibadda Israa'iilna waxaa la yihahdaa Muusaad. Marka sirdoonkii gudaha hanjabaya marka wuxuu leeyahay, sirdoonka gudaha la yihahdo Shibaak wuxuu leeyahay, waxaan ka takhallusi doonaa madaxda Xamaas, kuwa jooga gudaha Falastiin hadday tahay, iyo kuwa jooga wuu tilmaama weliba Qatar iyo Turkiga iyo kuwaasaan ka takhallusaynaa, iyo Lubnaan oo ku daray, saddexda meel ee madaxda Xamaas ay degan yihiin waaye. Wadamada magangelyada siiya, xafiisyada siiyey waa Qatar, Turkiga iyo Lubnaan. Waayah marka sheekadan marka waa sheeko marka aan la qarsan oo wuxuuda banaanka ay la yimaadeen. Telefishinka Aljazeera ayaa wuxuu leeyahay ninka madaxda u ah hay-adda sirdoonka gudaha Israa'iil ee la yihahdo Ashabak waxa uu wacad ku maray in Xamaas ay xusuusin doonaan howlgalkii Munich. Howlgalkii Munich maxaa la yidhahdaa? Munich waa magaalo ka mid a Jarmalka. 1972 ayaa koox ciyaar u tagtay halkaa oo Israa'iiliyiin ah, ayaa Falastiiniyiin weerar ku qaadeen, 11 Israa'iiliyiinaa la dilay. Xilligaas Munich magaalada la yidhaahdo ciyaarihii olombikada ka dhacayay ayaa waxaa lagu dilay 11 Israa'iiliyiin ah. Marka ninkan muxuu noo xusuusinayaa? Marka uu leeyahay tallaabaa ka qaadi doonaa Xamaas, waxaan xusuusin doonaa wixii ka dhacay Munich. Marka Munich Xamaas waxba laguma yeelin, laakiin Israa'iiliyiin 11 lagu dilay soomaa. Markii dilkaas u dhacay marka kadib ayay Israa'iil waxa ay sanooyin isku xixiga iyo bilooyin ay dilaysay madaxda Xamaas adduunyada oo dhan ay ku dishay, meel kasta way dishay, halkaanay ku dishay, halkaanay ku dishay, halkaanay ku dishay. Marka hadda wuxuu leeyahay waxay xusuusan doonaan dhacdadii Munich. Munich markay 11 nooga dileen, annaguna madax badan oo Xamaas aan laynay u fiirsada oo Falastiiniyiin aan lahayn. Marka haddana wuxuu yidhi marka arrintaa baan samayn doonaa, waxaynu ku beegsan doonaa daanta galbeed, marinka Gaza waa dhulka Falastiin, Lubnaan, Qatar iyo waxaan ku beegsan doonaa iyo Turkiga. Waaye marka warkoodu waa cad yahay. Israa'iil waxay leedahay waxaan beegsan doonaa, oon diri doonaa siyaabo kasta aan u marno. Waxay rabtaa nagu qaadato sanadaha, nagu qaadato bilooyin, ha nagu qaadato madaxdaas halkaas joogaan, waa khaarijin doonaa, waa dili doonaa. Waaye Xamaas marka maanta way ka jawaabeen. Ururka Xamaas ayaa isaguna waxay leedahay Jaziira wuxuu ka jawaabay hanjabaadaha ka imaanaya hay-adda la yihaahdo Shabaak ee sirdoonka gudaha Israa'iil, taasoo ugu hanjabaysa madaxda in ay marka Xamaas ay dilayaan oo ay marka dil ku sameynayaan. Warbixinta way sii waday, waxay leedahay kooxda muqaawamada Islaamiga ee Xamaas waxay sheegtay maanta oo Isniina in hanjabaadaha ka imaanaya gumaystaha Israa'iil ay tahay mid markaasi ay ka sameynayaan sida ay yidhaahdeen gudaha Falastiin iyo dibadda. Waxayna sheegeen in arrintani ay tahay mid ay doonayaan inay kugu xadgudbaan oo ay xadgudub ku sameeyaan qarannimada dowlado aynu walaalanahay oo markaa madaxdeenu ay joogto. Macnaha
waxay isku dayi doonaan annaga falastiin gudaheeda waxba noogama qaadayaan oo haddaba xabada naga socotee inay maaragtay dowladahaas gudahooda ay markaa madaxdeena ku waxyeeleeyaan meelaha ay marka taargetka ka dhiganayaan xaggee waayo qatar iyo lubnaan iyo waayo turkigu dee sirdoon halis uu leeyahay ma u dhowaan karaan oo israa'iil bannaanka inay xadgudub haysa oo xora oo dalkiisu joog waa sheeko marka cajiiba waayo wax loo kala yaala male waa qatar iyo turkiga marka waxaan leeyahay marka turkiga wax badan ma ka goyn karaan laakiin meelaha ay deg iyo dam u leeyihiin waa qatar oo dowlad yara iyo lubnaan oo ay kaga faa'iidaysan karaan kooxo kala duwan iyo waxa kan iyo waxa oo dowlad fiican aan lahayn oo hadda madaxweyne xataa lubnaan ma leh waa buuqa ka jira meesha marka meelahaasoo kale wax ku samayn karaan marka haddaba arrintaa markay dhacday marka amiirka qatar wuxuu taleefoonka ku dhuftay madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayyib erdogan wuxuu ku casuumay inay is arkaan shir ay mar walba yeeshaan madaxda qatar iyo turkiga oo looga hadlo arrimaha iskaashiga amniga dhaqaalaha iyo horumarka looga hadlaa jira shirka sagaalaad allah shirkaas inuu yimaado kow midda labaad shir ay leeyihiin brito waxaa ka furmaya wadamada khaliijka madaxdooda oo arrinta gaza looga hadlayo magaalada dooxa ee dalka qatar ay ka furmaysaa taasna waa lagu casuumay ase marti ahaan inuu u yimaado erdogan erdogan marka waxaa leeyahay shirka khaliijka wuu ka qayb galayaa wuu marti ahaan u tagayaa arrinta gaza looga hadlayaa arrintan kalena hoosay isugu dhigi doonaan iyaga iyo qatar marka qatar wuxuu ka caawini doonaa dhinaca sirdoonka wax walba in israa'iil ay ku xadgudubto qatar sababtoo ah turkiga wuxuu ku leeyahay qatar saldhig militariyo ku leeyahay markii sacuudiga imaaraadka iyo waxo dhan ay isu bahaysteen 2017-16 inay maaragtay qabsadaan qatar rabeen oo ay go-doomiyaan turkiga halkaa isagaa badbaadiyey ilaa hadda saldhiggiisii iyo ciidankiisii wixiisii way u joogaan marka in halkaa marka tababaro la siiyo sirdoonka qatar oo markaa hawsha loo qabto haddaba marka warbixintan waxaa qoraysa wakaaladda wararka ee waddanka turkiga ee la yidhaahdo anadol waxay leedahay madaxweynaha waddanka turkiga wuxuu aadayaa maanta qatar uu aadayaa oo isniin ah marka qatar marka muxuu u tegayaa wuxuu u tegayaa inuu halkaa joogo muddo 2 maalmood ah si uu uga qayb galo shir marka guddi istaraatiiji ah oo sare oo qatar iyo turkiga u dhexeeya waa arrimaha nabadgelyada iskaashiga dhaqaalaha waxaasay ka hadlayaan waxay gaar u tahay kaas qatar iyo turkiga wuxuu sidoo kale ka qaybgeli doonaa kulanka 44-aad ee golaha leeyihiin annaguna waa la soconadii alada gaza gaza xaaladeedu dee waxay maraysaa meel la yaab lay maraysaa inay waxaa laisku ogaa israa'iil inay iyadu koontaroosho ciidana baxay iyo weeraraan galnay iyo gaza iyo hadda qasaama waxay isku bedeshay inay tiraahdo atamkiiba dhinaca waqooyi oo ay jireen waayadan 19 maalmood way ka carareen sababtu waxay tahay markaan si fiican u garaacan qowmadu ay kaabin daran iyo taangiyadoodii la baxsaday xalay aan sameeyeen waad ogeyn afhayeenka inuu hadlay maantana afhayeenkii waa hadlaa dara wixii oo dhan marka wadaa waaya marka sida talka aljiz uu qoray sheeka cajiiba ayaa halkaa kasoo baxay waaya warbixin ka ay soo saareen madaxda kooxda kataa'ib ulqasaam ee howlgallada dhinaca dhulka israa'iil iyagoo ka hadlaya waxay sheegeen kataa'ib ulqasaam waxay sheegtay in hadda ciidamada israa'iil ay ugu gaza ayay aadeen ee leedahay marka waxay kala soo kulmi doonaan ciqaab marka masdarka ama warbixinta kasoo baxday kooxda maas waxay in 70 ciidamada dhulka israa'iil ka baxeen magaalada gaza goobta ay marka uga baxeen maxay tahay markii ay ku fashilmeen howlgalkii ayna la kulmeen iska caabin iyo garaacid xoog leh oo uga timid kooxaha wax iska caabinta haddaba kooxda qasaam waxay leedahay iskama bixin nimankan waqooyige waxaan ku dhignay leen 10-70% marka aad ituso marka khariidad telefishinka aljaziira uu ka sameeyey isagoo satellite ka soo xiganaya markii hore calaamada yellowga
أما جالها وحيد إذا ماذا إسرائيل إس هايستا أو وقويغا إسكوريجي أنا إذا تسو مركو هوري على مدى مركو أوجيدان جالها إس إس ويسكوريجين قدها بسا كبرنا هذا مركا الجزيرة وحليلا ديبي يهدنا أبارتي هذا الكيت كتائب القسام وحقيقة لذا هذا الكاس ستلايت كي يوحي وروح الشيغيان إن نمكن أي كبحين ما لبضان أو استراتيجيا أو إسكو حري عيودة مركا كبحين هلا قراع وحلا قبوب ها أردين سيدا قصال هاي تاكتيك وحلا لا متري مركا أن جلبها أو آصني أو أن وحول بك قبنا عرريني لذا مركا تضبات بقول كيبا أي ديب وقرتيني هلكا جزيرة لذا سيدا قريدة دائنا أي مركا كومو جنسو أو مركا أي كشي جيسو مركا حالكو مركا هلكا شو مرايا وكان قولها سيشيغان ايان مركا وحان كشو قبا قبين ايا افايينكا ايدا مدى اسرائيل او يشغونا هذا الشيغي اما هذا الجيدي وايا ايدا مدى اسرائيل وحي شيغين اني سن كقولي سنين حماس دقالكي كدعي وقويغا قزة ولي موجدا هذا الكو اسوافق ايا مركا وحيلين أفينك إذا ماذا إسرائيل دانيال هجاري نكلي راوي حليعي إذا ماذا إنه ولي متشبينين كوحدة حماس إسلامية وقويقة مجالة غزة دقالكي كنتوك إسرائيلك معلومات أنودني واتشبين وين حماس ولي وحا الله وأفينك هذا كان جزيرة مركة وحلا ذا وحو أشيغي CNN تلفزيون كمريكان كأيو ورئيس أوسينا يلقوه دي مركا سوحو راهي نمكي واجبين وينو راهي إلا حد ما جبينين وقويقا مركا هول قلدنا وحو يري واي أتكاذين حالدو واي فرحي كبحي ساوي موجودا أفايان كا CNN كا ورئيسات حالي واتان إساقا هذا الكيسة جزيرة لغسي داي هذا جزيرة ديبه والله باتمان توحي لداي CNN كي يهرادي نكي وروحا لروحا شيغي سمعاك جرا نمكي القسام وحليين تضباطن بغولكي ووقويقا قزا واكا عررتين كور نمكي ما سيشان ورنكو واجبين وينو را نمكي نمكي نمان امتحاني نغذينوين نمكاس قورتا سوقال نورا مركا ماشاس مركا محاكم موغدا عليس بضان او اسرائيل هايست إنكستو أبان دولها عيدا مضى إسرائيل أو إساقو عيدا لاتشو بحالي أو نيادا ونساي عيدا كسيدا جزيرا لاداي وحوكويري نتي جوين بلان باسميني استراتيجيات بلان باسميني هادا كونفورتان أكفرني كنا سميني مركا هوشو أقولي سندونا وقتي غربتا قادت مركا حالك قود مركا سوكوبو هل كاسو مرا إذي كان عقلينا يمسكعدينا كدر صدا وحي فكر يا ركتيانا صغورة برامشكا كاقا غيب غاطا أدبا وما سنتين سيد برامشكا أولاي قريسان أو شير قريسان وإذي كاقا ما أدعلينا إياه إنتا كلانا وحنكا حسنا إنا يقونا برامشكا لاي قريان أو أي شير قريان هدي يوتيوبكا إنا قد داوانيان إيو هدي أي فيسبوكا نقال سعودان لبضبا داوانيال هداد نقول حسبتها سبسكرايب سار يوتيوب كاد داد كو حسبتها فيسبوك انا فولو غري انت ان برامج كلا مدى كوكول ما ينو ميل كستو اتشوكتان بتقليل